ممكن يجيك كلاس تو بهالشكل هذا بعد ممكن يجمد خمسة خمسة ستة سبعة كلاس برو ممكن يجيك مثلا أربعة خمسة ستة سبعة مو صحيح؟ صحيح. احتمال الثاني احتمال الثاني يجيك بموديفيكيشن مثل خمسة ستة سبعة أربعة خمسة ستة أكو غير احتمال؟ قصراً ذول الثلاث قيسات يشمل لك جميع الاحتمالات بكلاس 2 راح نجي نشتغل أول واحد نفس الشيء ترسم شنو هاي؟ هذا سؤال؟ تعدك كلاس 1 كان بي 2 في عندك ستيشن هسه هاي وحده حل اياها سبورت جريد ورك ترى شنو جريد ورك؟ سهله دكتور جريد ورك لاين بايسكتنج لاين عليك هذا اللاين بايسكتنج مو صحيح؟ وراها نطلع وراها بكالي 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 وراني نقول عن السمبارس بعد دكتور ليس اللي بروكسيمال بليت انا قلت لك كونتاكت الريست دكتور ليس ميجيا ايه خلصنا سوبر بريتنشن انا ما بعدين دايركت بعدين دايركت اما ار بي اس تي مالتو عافيه اي بار ار بي اس عندنا الجريد ورك وعندنا الكاتل نحط الاي بار حشيتي خوش الشاي كمليه قول كل ار بي اي كل ار بي دي يراد له اما تو كلاس او ار بي اي على كل صفحه هاي الصفحه استوفت هاي الصفحه استوفت اذن قبل لا انتقل للاندايركت ريتينر اشوف الريتيشن مال الجهاز كله وجهاز راح يصير بي ميجر كونكتر تمام اذا يصير جهاز بي بس ار بي اي بهاي الصفحه استاذ هذا مو ما يصير لنا لانه لا مو فقط الدايركت والدايركت داش بس على الدايركت داي هسه كل ار بي دي كل ار بي دي بي لازم يكون كل صفحه يمنى ويسرى يا اما ار بي اي يا اما تو كلاس هاي الصفحه استوفت هاي الصفحه استوفت لا هاي الليفت استوفت الار استوفت لا شو اسوي حط تو كلاس حتى لو ما كان عندي فراغ خليها تو كلاس ما يصير اسوي بارشل دنشر يقول بحق البيشنت ويعبر للصفحه الثانيه وتقول والله لانه هنا انا ما عندي فراغ ما اخلي كلاس باد خلي كلاس باد احسن كلاس بيصير بالكوادرنت اللي ما بي اسنان مفقوده جاكم بالامتحان شنو يوز الكوادرنت وين ذير ار نو ادنشرس سبيس بالبوستر قصدك السن الكلاس بات مو اخذنا انواعها يا كلاس باللي يوز الكوادرنت وذ نو ميسينج تيث عفيه اسمه الثاني اسمه بتر فلايت بتر فلايت كلاس ويوز ان كوادرنت وين ذير از نو ايدنشال سبيس شلون شكله يصير يوز ذا بتر فلايت هذا شكله يصير صحيح صحيح تو كلاسز هو هذا مخصص لهاي الشغله من عندك يونيلاترال ايدنشالس
اريا وال والصفحه اللي اخذنا بيها تخلون ببالكم كلاس 2 كلاس 3 يونيلاترال لازم بترفلاي بالصفحه اللي اخذ هو الوحيد اللي يحل لك مشكله الريتينشن بالصفحه اللي ما بيها اسنان مفقوده زين اذا هذا شكل البترفلاي احسن مكان له على ياسين لا كان هاي نقول بصفه 5 و 6 اذا احسن مكان البترفلاي لا على ال 6 وال 7 ولا على ال 4 5 الايديال بوزيشن هو ال 5 6 الا اذا واحد من عندهم مشلول مفقود نزري قدم او يتاخر اوكي اذا اجي ارسمه على ال 5 وال 6 هذا ريست هذا ريست هذا ريتنتيف ارك اوكي هذا ريتنتيف ارك اجي وراها الريسيبروكال ار ما اكمله ما اسحب ماجر كونكتر اشوف ايش راح استخدم ميجر كونكتر لان هو البترفلاي اذا بي ريليف يصير هذا الماجر كونكتر مالته اذا ما بي ريليف يصير حتى وذاوت ريسيبروكال ار والباقي يكمل ميجر كونكتر ماشي هذا دوري اوكي شكلي ام بي حسب الريليف ماشي هسه انا استوفيت السبورت حتى قاعده السبورت كانت شو تقول تقول ريست واحد على كل صفحه صار عندي ريستين تمام استوفيت الريتينشن دايركت ليش خليت معالجة الصفحة الأخرى قبل ما أدور الإندايركت ريتينر؟ أنا مجرد أقول الإندايركت. عافية. حتى أشوف آخر ريست وين صار عندي. وضحت الفكرة؟ نيجي هنا القاعدة الإندايركت ريتينر. شو تقول؟ ثلاث احتمالات. يا أما. ميزيل. ألفور. يا أما. سينجولار. يا أما على أورام تيريت. ايش وقت يكون ميزيل على الفور من عندنا اذا كان على الفايف موجود على عليه تخلي ريست على الفور ونقول هذا اندار تيرف هاي الصفحه لهذا كانت القاعده بكلاس 1 تقول كل فري اند اكستنشن يراد لها ريست على الصفحه الاخ حتى القاعده تمشي تقول على كلاس 1 وعلى كلاس 2 تمام تمام خلاص تسلسل كان سبورت ريتينشن دايركت اند دايركت سمعينا كنا سيلكشن اوف ميجر سيلكشن اوف ماينر ميجر سيلكشن اذا عرفت انه نفس القواعد تنطبق على كلاس 1 اندايركت كومبليت اندايركت لا مو كومبليت ما يحتاج كومبليت اندايركت او ما عندي ايش اقدر القاعده ايش تقول كل فري اند اكستنشن انتريور بوستريور ايش بس وحده صح صح هاي الصفحه بيها حتى الدوري في الصفحه الاخ الاندايركت صح كل دبل فريد كل فريد حتى تعاملون صفحه بصفحه اوكي ترى هذا انتريور بوستريور اذا سيلكشن مالته انتريور بوستريور يعني ما عندي سبب خلاني انتقل للفول واليو شيب مو انه انتريور بوستريور اذا كل ريست ينسحب منه ماينر كونكتر بهالشكل هذا ريست هذا يكمل وينسحب منه بهالشكل هذا تمام تمام هلا بس هلا ما مشكلتهم احنا قلنا لهم ما راحوا ما مشكلتهم ايه صار هسه بدل ليش ممثل مرحله ايه هسه انا عندي مختبر دقيقه انا هسه عندي مختبر انا عندي مختبر اكمله وانزل اخلص هاي الشغله ما شاء الله هلا على الله يبارك
اوكي اذا عندنا ماينر كونكترات انسحبت خلاص داخلية واحد ثلاثة اربعة اصفي اطلع واحد بواحد صار عندي واحد اربطهم بالمناسبة لازم يعبر الميجر كونكتر على الميد لاين خط مستقيم اوكي يعني هسه هذا عبر خط مستقيم هذا اذا اجيبه هيجي ما راح يعبر بشكل عمودي هذا مو مستقيم عمودي شنو الحل؟ الحل انه اخلي خط بنص المسافة بعدين اوصل هذا هيجي واوصل هذا هيجي تمام لازم ميجر كونكتر يعبر عمودي على الميد لاين ما يصير يعبر دايكونا اخذناها بالمحاضرات وامتحنتوا بيها وجاكم ام سي كيو من عندنا تعرف التانك همينه على مود التانك همينه ان شاء الله التانك وهو اصلا حتى يكون قوي اي ميكانيكيا لا ليش سويت ما سويت لك يعني زاويه مو حاده اذا كملناني ورا بدون ما اللي ولا ماينر راح تتعارضين ويا مبدأ من مبادئ الميجر كونكتر انه يغطي مساحة اكثر من اللازم اوكي اذا كل اللي بالنظري مطلوب من عندك تخليه ببالك من ترسم الديزاين اوكي بقى لك ترسم مدو خليه فنش ناين انتهينا من كلاس 2 بدات موديفيكيشن إذا لك حد سؤال؟ لا. أما الشكل الآخر لو أريد نستخدم اللينجوال أو البليت أو البليت خلينا نقول هذا الفيش عندك ليفت بلت وصلنا لها مرحلة. قطع كاس.